السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى أن الفيديو ديال اليوم تلقاكم في أتم الصحة والسعادة. اليوم إن شاء الله أخواتي بالرغبة ديال مدام فاكيري سكسو ديال التفاية. عندي معلقة السمن الملحة، معلقة البزار، معلقة ونص ديال السكنجبير، معلقة ونص كبار ديال الكركم، شوية ديال المروزية البنات، وعندي الزعفران الحر اللي نقعته في شوية ديال الماء السخون. نخلط العطريه اخواتي. غتشوفوني درت شويه ديال المروزيه ديال الدجاج، لانني غادي شويه غادي نديروا البصله معسله بيان سور البنات، وغنديروا حتى الدجاج غنديروا له واحد التعسيله من الفوق. داكشي باش درت المروزيه وكتلدد البنات. كما كتشوفوا هنا التتبيله غير ديال الدجاج، مازال غنزيدوا البنات العطريه في الكسكس. كما كتشوفوا هنا اخواتي خديت ديكوكلي، راكم كتشوفوا من بعد ما غسلت، من بعد ما نقاو وتغسلوا، كل واحد فيه 600 غرام. دونك الطبله ديال او الكسكس ديال 7 ديال الاشخاص، 7 الكوكليات. والدجاج بيان سور انا نقعته مشلم، يعني مرقد في الماء، ومعلقه مايزينا، الحامض معصر، سكنجبير، ورقه موسى سكنجبير طري، والمليحه بيان سور. كما كتشوفوا البنات بهذه الكيفيه كنقدو مزيان 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 البنات، وكنحزم له الرجيلات، ومن الاحسن ما تحيدولش له العناوق لانه كيجي بريزونطابل، كيجي منظرو زوين ملي كتحطو، حيت ماشي هذا دجاج كبير غير كوكليات. صافي البنات كنخليهم نقاو واحد 4 سوايع ولا كيبات ليله كامله. بعد اخواتي غنشوفوا الخضره، يعني النص الكيلو نص ديال الكسكس ديال السكسو، درت السكسو داري كيلو نص ديال السكسو داري، درت نص كيلو من كل حاجه، القرعه، الخيزو، القرعه كما كتشوفوا المدوره، اللفت، هنا عندي قبطه ديال القزبر، ما كنديرش المعدنوس، عندي القريعه، عندي 5 ديال المطيشات كما كتشوفوا البنات. غتحتاجوا البنات واحد 4 ديال البصيلات، واخا ما شفتوش معنا غنوريكم كيفاش تصاوبوا كسكس. واحد 4 ديال البصيلات البنات مشنفين غلاضين او مشلضين غلاضين. حنا غنخدم او ميم طون نتوما غتشوفوا. هنا خديت البنات البصيلات اللي عندي، 4 البصيلات تكون متوسطين، وغنحط فوق منهم الكوكلي ديالي، وغنمرق عليهم غير واحد شويه ماشي بزاف، بديك الماء اللي ترقدوا فيه غنزيد فيه الماء، وعاد غنمرق بواحد تقريبا واحد 4 إطرات الماء ولا نص إطرات الماء، نخليهم يطيب. اخواتي تبعوا معايا المراحل ديال الكسكس، وصدقوني كسكس رائع في المذاق وحتى في البريزونطاسيون، واخا ما فيهش شي مقادير واو كيجي بريزونطاسيون بحال اللي زعما مقيوم عليك بشي ثمن كتير، هو عادي. انا اخواتي كيلو نص ديال السكسو داري درت فيه مليحه، وغادي غير شويه الملحه، وغادي نكب عليه اطرو ديال الماء بارد، وغنميك عليه وغنخليه ما نمسو ما نقرب ليه، تتشوفوني اش غندير ليه البنات. الكوكلي ديالي البنات كيف ما كتشوفوا غندير واحد نص اطرو الماء كبيته من الجنيب، وغنسد على الكوكليات ديالي حتى يبداو يعني يدخلهم الطياب، عاد غندير لهم اخواتي كاس من زيت الزيتون، نغطي عليهم ونخليهم اخواتي حتى يطيبوا كيف ما كتشوفوا بهذه الكيفيه هذه. شكرا اخواتي على التعاليق الزوينين، وشكرا للناس اللي انخرطوا عندي جدود، شكرا لكم بزاف 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 البنات، وشكرا على لي لايك، وكنتمنى انكم تلايكيو هذا الفيديو، راه باللايك باش كيطلع باش كتطلع لا فيديو البنات. الله يجازيكم بخير، كل وحده شافت لا فيديو دير ان بوس بلو، دير واحد لايك، واخا ما تكتبيش كومونتير ديري لايك. بعد اخواتي كنضيف كاس من زيت الزيتون، اللي كان اللي بغات ما عندهاش الزعفران الحر بغات دير الضويمه لا حرج، دير ضويمه ديال الزعفران الحر. صافي البنات من بعد ما كنسد على الدجاج ديالي، ويعني وكنكون يكون طاب ليا، كنحس كنخشي فيه، كنتكون كنخشي طاب، كنحيدو جانبا في المريقه ديالو، كنصبق اللفت هو الاول، كنصبق البنات اللفت، ودرت هنا واحد القلب، واحد القبيطه ديال القزبر كبيره، 5 ديال المطيشات مقطعين حيده لهم الزريعه،
وغادي نبلل الماء، القياس الماء اللي غيطيبوا لي فيه الخضر دقه واحده، ماشي كل مره نبقى نزيد في الماء باش نبسل السكسو ديالي. ديري الماء اللي غيطيبوا لك، يطيب لك فيه الخضره ديالك في مره وصافي، وسدي عليه كي يجي بهاد الكيفيه، سدي عليه حتى يطيب اللفت، حيت ما كنرميوش الخضر دفعه واحده اخواتي، كل حاجه عندها حقها في الطياب. بعد ما الطياب اللفت دخلوا الطياب، نرمي خيزو وتكون المريقه كتبقبق باش ديك خيزو يبقى محافظ على ديك اللون ديالو، ما يجيش لونه دكن. كنديروه في بعض الخضر في المبات كيجي لونها دكن. بعد اخواتي كنرمي القريعه المضوء الهادي، هاد القريعه اخواتي كاع النوع اللي عندي ديال القرعه كنغبر عليهم مليحه وكنخليهم حتى كيطلقوا واحد الميه، وعاد كنغسلهم وعاد كنرميهم اخواتي باش كيجيو بنان في الماكله. صافي البنات هنايا غادي نسد على الخضر ديالي ونخليهم يطيبوا، الشيلاء الخضر اللي بقاو الاخرين ما نرميهمش دابا البنات. كيف ما كتشوفوا هنا عندي اخواتي القياس ديالي واحد نص كيلو ديال القرعه، قطعوها هكذا معلقه كبيره ديال الزبده، عويت القرفه من هذا النوع هذا لانه بنين، واحد جوج معالق ديال سنيده كبارين، ممكن ديروا السكر احمر. صافي البنات وغنغطيو على الطنجره ديالنا وغنخليوها بلا ما نديروا فيها حتى شي حاجه، دغيا كطيب البنات القرعه بهذه الطريقه. ما كتجيكش المريقه عاود ديالك ديال السكسو حلوه، كطيبيها بهذه الطريقه كتجيك غزاله وفيها واحد المذاق مع الزبده والقرفه، ما غنقول لكمش البنات حتى تجربوا. صافي هنا طابت ليا، غادي نطفي عليها ونخليها جانبا. انا اخواتي خديت 2 كيلو ديال البصله سديت عليها بوحدها البنات، مع 150 غرام ديال السكر سديت عليها بلا ما بلا حتى شي حاجه، عافيه بيان سور ميلا. وانا خديت اخواتي واحد الرابعه او 200 غرام ديال الزبيب، بعد ما حليت على البصله ديالي زدت فيها الزبيب وغنزيد فيها اخواتي شويه المسكه حره وشويه ديال القريفه، وغنبقى نحرك فيها حتى توقف على يدامها وتولي لونها كحل وما يبقى فيها حتى قطره الماء. هنا اخواتي اللوز فسختو وكبيت عليه الزيت بارد، وهنا غنديرو يتقلى باش نزوق به البنات. الزعفران الحر اللي عاد غنعاود نضيفو في هذا لان الدجاج غادي ياخذ لي العطريه كامله بيان سيغ، ونعاود نزيد نص كاس ديال زيت الزيتون اخاف اخواتي، وغنضيف السمينه لان السمن درتها غير في الدجاج. القرعه بعد ما طابت هذه حيدتها خليتها ال دينتي، ماشي كاع طيبه حتى دابت، خليتها شويه واقفه. هنا اخواتي كنزيد شويه العطريه، كنزيد السمينه، كنزيد نص كاس زيت العود وصافي، كنزيد القرعه اللي القرعه الاخرى كنزيدها، وكنخلي سميتو وكنزيد الفلفله حاره البنات، وكنسد على الطنجره ديالي حتى كتعقد ديك المريقه ويطيبوا لي الخضر، وكتكون المريقه ديالي البنات واجده وصدقوني لذيذه. وده ضروري ما تذوقوا المريقه اللي كانت خاصكم المليحه كتزيدوها. اخواتي الدجاج ديالي بعد ما طاب وحيدت شنو كندير، خديت هنايا اخواتي 100 غرام ديال الزبده، زدت معاه معلقه السمن، شويه الملح الحيه، غندهن بها الدجاج. جربوا الطريقه البنات غادي يعجبكم الدجاج، غادي العظيمات غادي تبداو تكددوهم باللذه اللي غتكون في الدجاج مع ديك التتبيله اللي درنا له دابا، ملي غندخلوا اخواتي الدجاج مر في الفران وكيعطي واحد اللون ذهبي. هذا كتشوفوا العنيقات كيجيو بريزونطابل في سميتو في الدجاج ديالنا، لان الدجاج باقي غندهنوه بالمريقه ديال القرعه حمراء. بعد اخواتي كيف ما شفتوني داك ديك السكسو اللي كبت عليه اطروت الماء ونسيتو تشرب، درتو في القصيعه وكنحل فيه، كتشوفوا راه ما كيشرب مرقه ما والو. هنا اخواتي غنفورو 2 تفويرات وكفى، لانني غندير له اطرو في الاول قبل ما يطيب، وغنديرو اطرو ملي غنبغي نعاودو. دونك كيلو ونص ديال السكسو داري متوسط غادي تدخل ليا 2 اطرو ديال الماء، وغادي ندير له 2 تفويرات والثالثه غادي نحطها ونبدا نسقي. صافي البنات هنايا كتشوفوا السكسو ديالي، غنعاود نديرو كما كتشوفوا اخواتي، غنديرو في الكسيكيس ونديرو يفور الفوره الاولى. عقلوا معايا ديجا تبارك الله شرب الميه وما كيجي البنات. صافي كرا غالطه انكم كتقولوا حكا، دائما قاعده كيلونس بجوج يطرو الماء، كيلونس ديال السكسو داري بجوج يطرو ديال الماء، يطرو في الاول ويطرو ملي تبغيو تعاودوا التفويره. صافي غنديروه يفور البنات وغنغطيوه بمنيدل، ملي كتطلع ديك الفوره كنحيدوه وكنعاودو نديروه في القصيعه ونحلوه
باش نزيدوا له ديك الاطرو ديال الماء الثاني. وبيان سور كنديروا له الزويته بلديه ديالو المليحه. كتشوفوا الاطرو الثاني اللي غنزيد ديال الماء. هذه الطريقه ما بقاتش ديك الطريقه اللي كنا كنديرو زمان، 4 تفويرات 3 تفويرات مع والدينا، لان السكسو ديجا راه مفور في الشركه، مفور مصوب راسو، يعني نشبعوه امي. كتشوفوني في سميتو في ماستر شيف، شيف محارة كيكب عليا الماء صافي كيطيب به، ماشي ودغيا كيوجد صافي البنات. ونسيت ما قلت لكمش انني منين درت السكسو في فور، درت شويه السكسو ودرت واحد الفلفله حاره الوسط باش تحيد لي ديك الريحه ديال هذا. ومن بعد ما كتحيد التفوره كنحيد هذيك الفلفله الحاره اللي زدت اخواتي وسط السكسو باش يتنسم ليا. انا غنعاود نضيف اخواتي المليحه، لان انا عندي كيلو ونص ما تنساوش، من حد كتكبي عليه الماء وهو كيزكى، وبعدين من زيت الزيتون صافي اخواتي غنرجعو يفور التفويره الثانيه، وغادي يكون السكسو ديالي واجد ناضي. يكفي على انني صافي ملي غنبغي نقدمه غنزيد نسخنه وطلع فيه الفوره وغنحيده. واللي بغات تكون مريقتها كانت واجده من مور هذه الفوره كتحطي السكسو ديالك. اخواتي صدقوني الطريقه ديال الكسكس دقتها عندي مدام فكري وعجبتها بزاف، وقلت لها شوف انا غادي نسجل لك فيديو كما كتشوفوا البنات بهذه الكيفيه. نعاود نرجعوا الكسيكيز ديالي، ممكن هنا عاود تغرسوا واحد جوج فليفلات حارات ولا فليفله حاره كيعطي واحد الطعم لذيذ، ولا بصيله صغيره مع الفليفله حاره. صافي اخواتي التفويره كيف ما قلتوا هذه الاخرى صافي، درت معلقه ديال السمن كيف ما كتشوفوا البنات، وسقيت بصيل. درت اخواتي المريقه في سقيت، يعني سرحته في الطبصيل طويل، حيت كاينين 7 الناس القصعه ما غتقدناش، شي ياكل من هنا وشي ياكل من هنا باش كلشي ياكل محدال. اخواتي كندير السكسو، كندير الخضره، كندير ديك البصله مع السله اللي وقفت على ايدامها، القرعه الخضراء عمرتها عمرتها اخواتي بالبصله والزبيب وسميتو، وديك المريقه اللي بقات ليا ديال الفلفل ديال القريعه حمراء اخواتي دهنت بها الدجاج ديال الكسكس، وديك زوقت بيض السمان وشويه ديال اللوز من الفوق. اخواتي جربوا الوصفه، كنقول وكنأكد المريقه ديال القرعه حمراء سقيو بها الدجاج، دهنوا بها الدجاج ديالكم وديروا فوق منه لويزات كيجي المنظر رائع. ان شاء الله في الفيديو جاي ان شاء الله غادي نوريكم طريقتي اللي صوبت في عاشورة كيفاش طيبت لاكورج مع سميتو مع الزبيب مع السل بطريقه جات روعه، وكيفاش صوبت اخواتي المجبنه ديالي وكيفاش لي ديطاي كامل. كنتمنى اخواتي انكم تسناو لا فيديو جايه، ودمتم اخواتي في رعايه الله، يلا بروشين فيديو بحول الله تعالى.